Shada FM. La radio que j'aime. صباح الخير يا مغرب مع كريم حضري. وشنو موجد نتا لمدينة طنجة؟ شنو هي أبرز نقاط في برنامج عملك على المدى القصير والمتوسط اللي بغيتي تغيرها أو تزيدها أو تحيدها في مدينة طنجة؟ وفي مدينة طنجة عندنا شي كنا كنقولوا ملي كنا في المعارضة والآن كنقولوا الآن اللي بدينا تحملنا المسؤولية، عندنا مجموعة ديال الملفات جد مستعجلة، منها برنامج ديال طنجة الكبرى واللي داز سنتين على الإنجاز ديالهم، وبقى أمامنا سنتين واللي كيخص هذا البرنامج يتنجز كامل في الوقت ديالو. راه 7.63 مليار ديال الدرهم ماشي سهلة. جلالة الملك كتلاحظوا تقريبا شهر كله في مدينة طنجة تشن مجموعة من 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 المرافق الهامة والحيوية واللي هودت لأول مرة هاد التشكيلات كتهود الأحياء الشعبية مثل الشيفة ومسنانة وغيرها. بالنسبة لنا احنا جزء متعلق بالإنجاز ديالنا كجماعة حضارية، واللي عندنا 1.3 مليار درهم لمساهمة في هذا البرنامج ديال المرافق الكبرى، واللي الآن كينبط في الإنجاز ديال هذه المرافق. هذا فعلا كيخصنا نخرجوها في الوقت ديالنا ونكونوا سريعين. عندنا ملف آخر ديال الملحقات الإدارية اللي في واحد الوضع كارثي في مدينة طنجة، وبالتالي هذه الخدمات ديال الحالة المدنية وتصديق الإمضاءات لا حسب الشكل اللي كيخدموا فيه داك الموظفين ولا ديك البنايات ولا غيرها. إذا احنا في الآن فتحنا هذا الورش هذا، واللي بدينا أول إجراء بدينا في الشهر الأول، وأننا نفتح مع مجموعة من الإدارات الأخرى اللي تفتح المقرات وتساهم معنا في التجهيزات ديالها، مثل بدينا غرفة التجارة والصناعة والخدمات مشكورين، رئيس الغرفة فتح قاعة كبيرة بالتجهيزات ديالو، حنا غنجيبو موظفين باش هاد المهنيين الصناع والناس ديال الخدمات والتجار يبداو يعملوا الوثائق ديالهم هنا. إذا كاين الملف عندنا مجموعة من الملفات الأخرى، الملف الوضعية ديال المالية، وحنا ناقشنا الميزانية في الدورة ديال البارح. فعلا هذا من نعتبر انه الوضع المالي ديال المداخل ديال الجماعه ما كترقاش من الخدمات اللي مطلوبه منا، وبالتالي عندنا يوم الخميس بعد غدا ان شاء الله، بعد غدا ان شاء الله عندنا لقاء مع المدير الجهوي الضرائب ومع الخازن الاقليمي باش نناقشوا معهم ديك الضرائب المحوله، واللي كنعتبروا الباقي استخلاصه كيطلع عندنا بشكل كبير في مدينه طنجه انه عمره تنازل كل سنه صاعد، وبالتالي كيخصنا مثل هذا الملف هذا نعالجوه. وكاين ملف ديال كورنيش مدينة طنجة وتنازع مع أرباب المحلات والمطاعم والعلب الليلية اللي موجودة، واللي هناك مشروع لإزالتها وإقامة الكورنيش ديال طنجة، فين وصل هذا الموضوع؟ وهو دابا انا ما كنعتقدش كاين نزاع مع داك الناس، كاين اصلاح ديال الكورنيش، وهذا برنامج مهم جدا لمدينه طنجه والكل مرحب به. كان اشكال مع بعض المحلات، انا اعتقد على انه الامور تفرقت شويه معهم على اساس ان ديك الناس غيبقاو تما ماشي غادي يزولوا، ولكن في اطار الاصلاح انه لانه ديك الطريقه غادي تطلع وداك المحلات غادي يرجعوا فيما بعد المحلات ديالهم. هذه العمليه ديال التفاوض معهم، كيفاش العمليه ديال التوقف على تتم الاشغال، يعني الان المشروع ماشي انهم يتزولوا من تما ويمشيوا الكورنيش من ناحيه ثانيه كيف ما كانت تذكر في البدايه، لا غادي يرجعوا لنفس المكان، نفس المكان يعني اللي كان شي محل ديالو في شي مطعم غيبقى فيه. أه؟ اللي كان عنده المطعم في شي مكان غير يرجع ليه او المحل ديالو، ولكن ما يلقاوش يبانوا، ما يلقاوش يبانوا، ما يلقاوش فوق الارض انه ديك الشيء، لانه كثر في جهه عاليه وجهه حنيه، هذيك الطريق غادي تعلى كلها، وبالتالي هما من بعد ملي غادي تطلع غيرجعوا للمحلات ديالهم من تحت. مزيان، حنا نتمنوا لك التوفيق وشكرا لك بزاف اللي كنتي معنا هذا الصباح. شكرا جزيلا، شكرا ومرحبا بك معنا دائما على شاده اف ام. راه ما تقصحش عليا. مرحبا، هذا غير نوصل معك الى قلت لك هذه عافيني منها، ماشي هروبا وكذا، ما يكونش في الحراج ان تطرح ارقام ذاتيه وكذا. شحال عندك ديال الوليدات؟ يلا شحال عندك ديال الوليدات؟ ثلاثة. الله يخليهم لك. الله يحفظك. وشكرا لك بزاف اللي كنتي معنا هذا الصباح. وحنا قصحنا ماشي لاننا بغينا نحرجوك، ولكن غير اللي بغينا المعلومه ويكون واحد شفافيه والوضوح مع المستمعين. وشكرا لك على سعه صدرك بشير عبد اللهوي عمده مدينه طنجه، شكرا جزيلا لك. صباح الخير يا مغرب مع كريم حضري. شاده FM لا راديو كو جيم.